أهلا وسهلا بكم في برنامجكم صحة المواطن. النهاردة يوم مثير للغاية، كلام كتير قوي عن جمال الأسنان وعن زراعة الأسنان وعن علاج الجذور في الأسنان. اتكلمنا كتير في موضوعات كتير، ولكن النهاردة يوم متميز في عالم الأسنان، وهو علاج الجذور، أسبابه، كيفية علاجه، حاجات كتير بنسمعها في الواقع مش بنعرف معناها. النهاردة هنتكلم عليها شرح بالتفصيل الدقيق، بس خلوني أخذ معاكم قصة بسيطة جدا تعبر عن موضوع اليوم. النهاردة قصة مضحكة للغاية، ولكن فيها تعريف كتير قوي بموضوعنا اليوم. لما كانت في آنسة متقدمة لوظيفة في مكان مرموق، ولما راحت الوظيفة دي، أثناء الشخص اللي بيجري معها الحوار قبل ما تدخله، كان في حد قال لها خليك مبتسمة علشان الشخص اللي بيجري الحوار ده بيكون دايما بيحب الناس اللي بتكون مبتسمة. وهي داخلة كانت مكسوفة ان هي تبتسم وبتخبي أسنانها، وهنا كانت في مشكلة كبيرة عندها. بعد ما خرجت كانت حزينة جدا، وأصابها حاجة كتيرة قوي من الحزن. لما راحت لدكتور أسنان تقول يا دكتور أنا عندي مشكلة كبيرة قوي، وكانت سبب في فشلي في وظيفة معينة في مكان مرموق إن هو أخذ عني فكرة إن أنا بتكسف وإن أنا مش هنفع أد في الوظيفة دي. وعلشان كده الدكتور سألها سؤال صريح على طول، قال لها إيه المشكلة؟ قالت له يا دكتور أنا عندي أسناني الأمامية دايما لونها مختلف. قال لها يعني إيه دايما؟ قالت له طب بص بصراحة كده يا دكتور، هي أسنانها الأسناني مختلف لونها من فترة زمنية كبيرة، من حوالي يمكن 10 سنين مثلا، وكان سببها ان انا حصل خبطة في اسنان الامامية دي وتغير لونها، ومن وقتها كان في جزء من الالم وراح وانا ما سألتش تاني. خلونا النهاردة معاكم نعيش في هذه القصة في حوار كبير قوي مع ضيفتي العزيزة السوبر ستار في عالم علاج الجذور، الدكتورة اسماء الدسوقي، مدرس علاج الجذور بكلية طب الأسنان جامعة أسيوط، والمحاضر الدولي في عدة لقاءات دولية ومحلية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة أسماء، نورتيني النهاردة في البرنامج. أهلا بيك دكتور أحمد، مرسي قوي على المقدمة الجميلة دي. دايما دكتورة أسماء بنسمع عن علاج الجذور، ناس تانية تقول في العيادات إحنا عايزين نموت العصب، كلمة مشهورة قوي في بلادنا، مشهورة جدا في الوطن العربي. عايزين نعرف إيه هو موضوع علاج الجذور بالإجمال، وهي أسباب التهاب العصب اللي الناس كلها نفسها تعرف هو أنا إمتى يحصل لي حاجة توجهني للدكتور أقول له أنا عايز أعمل النهاردة حشو عصب. حابين نعرف من حضرتك قيمة علمية كبيرة، وحابين نستفيد من حضرتك النهاردة دكتورة أسماء. تمام. قبل ما نعرف أسباب التهاب العصب، ناس كتير بتبقى مش عارفة هو إيه العصب أصلا وموجود فين. نشوف فيديو كده بسيط مع بعض. العصب اصلا ده موجود في داخل قلب السنه، في طبقه بتحميه من فوق اسمها طبقه المينا، وتحت المينا في طبقه اسمها طبقه العاج، وبعد كده العصب بيبقى موجود في قلب السنه بالظبط. هو حضرتك دلوقتي دكتوره اسماء بتوصفي الشكل بتاع مكان العصب الاول عشان نعرف بعد كده ايه اللي بيصيبه عشان يؤدي الى التهابه او العدوى فيه. نتمنى من الاعداد بس ينزل لنا الفيديو اللي الدكتوره اسماء موجود معانا على الهواء. الفيديو دلوقتي يا دكتوره اسماء ممكن حضرتك تتفضلي تشرحي عليه، موجود على الهواء. احنا نركز، ادي السنه بسرعه، ده العصب اللي هو لون اورنج جوه قلب السنه بالظبط. اللي بيصيبه، الاسباب اللي بتخليه يبقى فيه التهاب، اول حاجه التسوس. دايما دي اكتر حاجه بتصيب الضرس او السنه، بتخلي العصب يلتهب. التسوس ده اسبابه بكتيريا، البكتيريا بتبدا تهجم على طبقه المينا وطبقه العاج اللي موجوده بتحمي العصب زي ما احنا شايفين اهو، وتبدا تخترق لحد ما توصل العصب. ممكن هنشوف مع بعض دلوقتي صوره توضيحيه اكتر من بدايه الهجوم بتاع البكتيريا دي لحد ما تبدا تتخلل الطبقات لحد العصب. زي ما احنا شايفين اهو ان السنه بتبقى سليمه في الاول، بيحصل تراكم للبكتيريا بسبب ان احنا ما غسلناش اسناننا او اكلنا حلويات زياده، بتبدا تتراكم على السطح من فوق، بتبدا تتخلل طبقه 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 لحد ما توصل للعصب الداخلي اللي موجود عندنا اللي هو لونه اورنج. تمام. العصب ده بيبقى موجود جزء من فوق في قلب الضرس، وفي قنوات من تحت اللي هي موجوده في الجذور اللي هي الرفيعه لحد اخر الجذر من تحت. البكتيريا طبعا دي في منها انواع كتير جدا، بتبقى موجوده جوه الفم بس. لما بيحصل عدوى بتبدا ان هي تعمل المشكله دي.
السبب الثاني بعد التسوس اللي هو بيحصل عندي مشكله في المحيط بتاع الاسنان، العظم او الانسجه اللي حواليها. والسبب الثالث ان احنا عندنا لو في حصل كسر زي الاطفال الصغيره لما بتقع او حد بيخبطها كسر في السنه، بيبدا العصب اللي في قلب السنه يبدا يتكشف. دي اكتر اسباب بيحصل عندي التهاب للعصب. دكتورة اسماء، حضرتك تفضلتي بحاجات كتيره قوي وشرحت حاجات مثيرة للغاية في أسباب التهاب حشو العصب أو أسباب التهاب العصب نفسه قبل ما نخش في مرحلة العلاج. إحنا النهاردة دكتورة أسماء حابين نعرف من حضرتك، أنا شفت أسباب كتير، حابين نعرف من حضرتك تفصيلها الجزئي، إمتى البيشنت يحس، المريض يحس بألم ويلتجئ لدكتور الأسنان عشان يعمل حشو العصب، وإمتى يحس بألم عادي وممكن ياخد علاج ويعدي، ولا ما ينفعش الكلام ده ولازم أروح لدكتور متخصص فورا في الحالة. كل هذه الموضوعات السادة المشاهدين حابين يعرفوها، إمتى يتطلب منه زيارة دكتور الأسنان. تمام، إحنا زي ما قلنا دلوقتي حالا زي ما شرحنا في الفيديو، قلنا إن زي ما الجمجمة بتحمي المخ من جوه لأن المخ ده عضو حساس وحيوي جدا، احنا عندنا نفس القصة في الأسنان. الأسنان بيبقى العصب في جوه في قلب الضرس أو السنة، وده بيحميه كفر من بره. طيب الكفر ده لما يبدأ يتعرض لهجوم، الهجوم ده بسبب أنواع من البكتيريا. البكتيريا دي بتيجي نتيجة ايه؟ بيتراكم عندي طبقة على الأسنان نتيجة مثلا ان انا ما بغسلش اسناني يوميا، او اكلت حلويات، او اكلت اكل وما غسلتش اسناني، اسباب التسوس كتيره جدا. الطبقه دي بتبدا تجذب انواع بكتيريا كتيره على سطح السنه وتبدا تفرز احماض. الاحماض دي بتبدا ان هي تتخلل طبقه المينا اللي هي بتحمي السنه من بره خالص. اول ما تتخلل طبقه المينا قبل ما توصل للعصب، المريض بيشتكي من حاجات، بيجي يقول لي مثلا انا بحس الم مع الميه الساقعه او مع الحاجه الحلوه وبتروح على طول. الالم اللي مع الميه الساقعه والحاجه الحلوه بيختفي على طول، بيبقى انا لسه في المرحله السيف، لسه ما دخلتش على العصب. دي اسمها حشو عادي، يعني محتاج ان انا هنقف حته مهمه جدا دكتوره اسماء في حته حشو عادي. تمام، ناس كتير بتهمل جدا وما تعرفش ايه الفرق ما بين ان انا هحش عادي يا دكتور وانا هحش عصب النهارده. في ملحوظه مهمه جدا ودايما بنشبه ان علاج الجذور علشان توصل لكلمه حشو عصب انت في طمه كبرى وصلت لها، علشان كده التجأنا ان احنا نعمل حشو عصب. عايزين نعرف من حضرتك ازاي نفرق ما بين الالم العادي بتاع الحشو العادي وممكن ما يكونش فيه الم ونشوفه بصريا، وامتى لا هنا في الم شديد قوي بقى عايزين نروح لدكتور متخصص، لا لازم نعمل علاج الجذور، لازم نعمل حشو عصب. حابين نعرف ازاي يفرق المريض نفسه ما بين الاثنين. تمام، هو المفروض اي حد فينا بيعمل تشيك اب على اسنانه زي ما بيعمل تشيك اب على اي عضو في جسمه او بيعمل تحاليل، المفروض كل فتره. بس بما ان احنا شعب مش مهمل خالص فانا ما بندورش على الحاجه غير لما ابدا اشتكي منها. فهو المفروض ان احنا بنعمل تشيك اب عند الدكتور مثلا احنا متابعين معاه، او نروح للدكتور من الاول ان احنا نشوف لو في بدايه تسوس انا مش شايفها ومش حاسسها، لكن لو الدكتور رحت له هيقول لي لا ده في بدايه تسوس عندك في ضروس كذا لازم ان انت تبدا تتخلص منها علشان ما نوصلش لمرحله العصب، من قبل ما يشتكي بالميه الساقعه او الحاجه الحلوه، من قبل ما يشتكي خالص. فالمفروض ان انا بوقف التسوس ان انا ابدا احط الحشو العادي. طبعا في فرق كبير جدا بين الحشو العادي والعصب. احنا في مرضى بتيجي تسال تقول ايه، طب ما احنا نعمل حشو عادي بنعمل ليه عصب؟ ناس تيجي تقول لا ما احنا نعمل عصب على طول. هي مش بمزاجنا، هي على حسب ما التسوس والبكتيريا واصله تخللت داخل العصب، يبقى العصب بقي فيه عدوى وفي التهاب لازم ان انا اشيل العصب، ولا هي ما تخللتش يبقى ما يستدعيش ان انا ادخل في حشو العصب. بس طبعا ان احنا نوصل للمرحله الاولانيه الحشو العادي ده احسن بكتير جدا من ان احنا نشيل عصب السنه ما دام مش ملتهب. والاحسن خالص اللي هي الوقايه خير من العلاج. تمام، ان احنا نحاول باستمرار ان احنا نحافظ على غسيل الاسنان بفرشه ومعجون، وبنعمل تشيك اب مع الدكتور بحيث لو في تسوس بسيط خالص نلحقه، لان التسوس ده بكتيريا. بكتيريا معناها ان هي مش هتقتصر على الضرس اللي هو فيه مشكله، لا ده هتبدا تعدي اللي جنبه واللي جنبه. فانا سايب سلسله في بقي لما ابدا بقى في الم هيبقى في كذا حاجه باظت في السكه. فالمرحله بتوصل ان العصب التهب يبقى لا ده في حاجات كتير باظت قبلها. هو دكتوره اسماء دايما احنا عايزين نقنع المريض، يعني اللي انت لازم تروح تشيك على اسنانك، مش لازم تسيبها وبعد ما تحس بالم تقول انا لا انا هبدا بقى اشوف المشكله دي، انا هبدا اروح لدكتور الاسنان النهارده، لا خلاص النهارده في الم كده لا انا لازم اروح.
الحته اللي دايما الناس او مش فاهماها واغلب مرضى كتير زي ما حضرتك قلتيها، الوقايه خير من العلاج. ناس كتير بتردد الكلمه على لسانها ومش عارف معناها. يعني انت حضرتك ذكرت لنا حته مهمه جدا اثناء شرحك، انا يمكن اول مره كدكتور اسنان استفيد منها، ان مش تحت شرط ان انت عشان ما تحسش بالم يبقى خلاص بقى، لا، لازم دوما وباستمرار اي تغير بنشوفه نجري بقى دكتور اسنان. عشان كده دكتور اسماء حابب اسال حضرتك سؤال مهم للغايه، هي ايه المراحل اللي بيتطور فيها العصب؟ وهل مثلا الالم بيختلف من بدايه الاصابه لاخر لحد مثلا ما يجي لحضرتك، ولا 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 بيكون الالم طبيعي من بدايته لاخره؟ ايه حابين نعرف من حضرتك كل هذه الامور. تمام. لسه قايلين حاجه ظريفه، ان طبعا كلنا الشعب المصري ما بندورش على المشكله دي لما في الم، وان احنا بنقعد نقول الوقايه خير من العلاج وبنقول كلام كتير ومحدش بيعمل. بس بعد ما هنعرض بقى المراحل اللي ممكن الواحد يوصل لها دلوقتي اظن الناس هتبدا تخاف، يعني في ناس كتير اكيد جربت الحاجات دي. مش عايزين نخوف حد دكتور اسماء، احنا لازم نبدا نخوف عشان خاطر ياخدوا التوعيه، عشان خاطر يبداوا يدوروا على نفسهم بدري بدري من غير ما تحصل المشاكل اللي احنا هنقول عليها. فاحنا هنشوف في فيديو دلوقتي المراحل بتاعه تطور العصب بتبدا من ايه، والعيان بيجي يشتكي من ايه، وهي بتبقى عباره عن ايه، وبعد كده هنعالجها ازاي. اتمنى من الاخراج بس نزل لنا الفيديو اللي طلبته الدكتوره، الفيديو رقم 2. تمام يا دكتور. هو موجود على الهواء حضرتك. تمام. فاول حاجه ان العيان بيشتكي اهو من ان في الم فظيع بيجي مع الحاجه الساقعه، بس الالم ده بيختفي على طول بعد ما يبدا يشيل الحاجه الساقعه من بقه. دي احنا في المرحله دي بتبقى لسه قبل العصب بشويه، يعني ممكن انا اهي تبقى تسوس بسيط، اقدر ان انا اشيل التسوس وابدا ان انا اعالجها حشو عادي. مش هحتاج ان انا اوصل لحشو العصب. تمام. احيانا بيبقى التسوس عميق شويه عن كده ما وصلش العصب، او احيانا بقى خلاص بقى بدايه العصب، بدايه التهاب العصب، الحاجه دي بقى اللي فاتحه بيوتنا ان العصب التهب والعيان جاي يصوت، ده الم فظيع بيصحيه من النوم بالليل. كان حاجه ساقعه بس الحاجه الساقعه بعد ما شالها لسه الالم بيفضل معاه فتره، الالم مستمر ما بيروحش. تمام. الالم ده اهو بيبقى احيانا بيجي لنا العياده بيمضمض، يقول لك مش عارف انام بقى، بيمضمض ميه ساقعه طول ما هو قاعد في الريسبشن بره لحد ما يدخل لي، او حاطط كمادات ميه ساقعه عشان الالم يخف عنده شويه. او ان الالم ده بيبقى منتشر، ومش بس في الضرس بس اللي هو فيه مشكله، لا ده بيبقى منتشر واخد نص الوش كله اللي فيه الضرس فوق وتحت. وده سببه زي ما احنا شايفين ان العصب بتاع الضرس مش عصب الضرس بس لوحده، ده متصل بمجموعه اعصاب في نفس الجنب بتاع الوش فوق وتحت والودن والعين. في الوقت ده مش هيعرف يحدد الالم مكانه، مش محدد الحته دي، ما بيقدرش يحدد الالم جاي منين. فالالم بيبقى مسمع، فهو مش عارف ينام طول الليل، مش عارف ينام. وساعات الالم بيجي فجائي، مش لازم ان هو يبقى اكل او شرب، ساعات بيصحيه من النوم فهو جاي قلقان. بعد كده بندخل في المرحله الثانيه اللي هي في ناس ما بتحسش بالالم الاولاني ده، بتبقى عندها كميه احتمال الالم عاليه، فبتدخل في المرحله الثانيه ان العصب بدا يتحلل جزء منه. بنشوف المنظر ده قدامنا، ان جزء من التوس اتكسرت، من السنه اتكسرت وبدات اللثه تنمو جواها. تمام. جاي يشتكي بس ان في تراكم للاكل جوه الضرس زي ما احنا شايفين اهو، هو اللي مضايقه بس ان اللثه متراكمه والاكل بيتراكم جواها فبيتعب. صوره جميله قوي دي. دي بقى ان العصب بقى مات، شبع موت والعين مش حاسس بحاجه. وجايه بقى السنه بقت لونها اسود. تمام. من كتر اهو، ودي الحكايه اللي احنا حكيناها، هنرجع نحكيها تاني دلوقتي. السنه بقت لونها اسود من كتر ما العصب تحلل. دي القصه اللي احنا وقفنا عندها، اللي احنا وقفنا عندها هنقولها تاني. العصب تحلل بقى لونه اسود. تمام. ودي حاجه تانية برضو تبع التطور بتاع العصب، ان في الخلايا العصبيه لما بدات تلتهب بدات تخلي خلايا تعمل تاكل في الطبقه بتاعه العاج والمينا بتاعه الاسنان. المرحله دي بقى اللي احنا بنقول الناس هتبدا تخاف، الناس بتجي لنا وشها وارم. يعني وشها فعلا يخض، ما هو مش هيجي العياده بتاعت الاسنان غير وشها. احيانا بيبقى عينه مش عارف يفتحها من كتر الورم، يعني نص وشه ده وارم، مش عارف يور الناس وشه ولا يخرج ولا يعمل اي حاجه ولا يروح شغله. وبتيجي برده كتير في الاطفال الصغيرين، بيبقى عنده ورم في نص وشه، ومامته تيجي تقول لك ده انا فجاه صحي من النوم وشه وارم، فانا يا دكتور مش عارف في ايه. ده بيبقى مرحلة من العصب اسمها خراج العصب، بيحصل خراج اهو زي ما انتم شايفين. خراج في الاسنان بسبب ان البكتيريا عدت على طبقة المينا والعاج والعصب، والعصب اتحلل وبدأت تنتشر بكتيريا لحد تحت الجدر بتاع الاسنان. وصلت لهذه الدرجة. وصلت للدرجة دي بقى ان في ناس كتير بتجيلنا بالمنظر ده، ان الخراج من كتره هو محدش معالجه.
بدأ يفتح لنفسه في الجلد بتاع الإنسان عشان خاطر يبدأ يخلص من الخلايا الخلايا الصديدية الفظيعة اللي موجودة جوه، فبتطلع بالمنظر ده. وده شكل الضرس لما بدأ العدوى تتنقل من فوق لتحت لتحت لحد آخر الطبقات بتاعت لحد آخر حتة في الجدر، وكمان بدأت تكون بكتيريا وعدوى والتهاب وصديد حوالين الجدر من تحت اللي احنا لسه شايفينه حالا. فدي مشكلة فظيعة ناس كتير بتوصل لها وهي مش مدركة ان هي وصلت لمرحلة في العصب، ان هو بيجي بخراج يقول لك ايه، يقول لك عادي مش مشكلة، انا اول مرة اصلا احس. لا، انت الموضوع عدى عليك فترة كبيرة جدا وبتعاني من ألم ومن عدوى ومن بكتيريا، وانت اكيد طبعا قبل ما تجيلي مرحلة الخراج دي يعني شربت الدواء اللي في الصيدلية اللي تحت بيتكم كلها يعني. فانت جاي بقى لما الورم بقي في وشك ومش عارف تتخلص منه، غير ان الألم فظيع، غير ان هو يعني ما بيوصل مرحلة الخراج ده مش عارف حتى يقفل بقه، السنة ما ينفعش تلمس اللي فوقيها. فهو وصل لمرحلة فيها كمية العدوى كترت لدرجة ان هي خلاص يعني هتنفجر من كتر ان هو معالجها. ده احنا دايما دكتور اسمع، حتى كنا بنسمع ان في اثر في نظريات كتير، الخراج ده بيأثر على كميه العظم اللي موجوده حوالين الاسنان نفسها، ممكن بعد شويه لا السنه دي لو استمر الخراج ده وصل لمرحله كبيره ممكن يبقى في موبيليتي، جزء تحرك من السنه، يقول لك انا حاسس يا دكتور ان سنتي دي متلخلخه، فسنه تلخلخ. تمام. انا الحته اللي عجبتني بقى يا دكتوره اسماء وانت بتشرحي الطفل الصغير اللي جه ده، حاجات كتير قوي بتتكرر في حياتنا اليوميه دايما باستمرار، ان يجي لك طفل العياده ووالدته تقول لك انا ابني النهارده مش عارف ينام يا دكتور، الم طول الليل بقى وهي صاحيه الليل كله مش عارفه تنام، عشان كده جابته، لو هو مش بيشتكي مش هتجيبه، ودي المشكله الكبيره. لما تيجي بقى تتفاجئ ان الطمه الكبرى ان في اول ضرس بيطلع في بق الطفل هيبقى دايم، يعني هيستمر معاه مش هينفع يبدل، بنلاقي حاجه منظر مؤسف للغايه، بنلاقي ان الضرس يعني حتى احيانا من كتر التسوس اللي موجود فيه بيكون طرق العلاج بتاعته صعبة، ومحتاج نوع من أنواع متقدمة في العلاج، إن أنا أحاول أحافظ على هذا الضرس. الحتة اللي هنا دكتورة أسماء اللي حابين نعرفها من حضرتك، هو ليه بيوصل الطفل للمرحلة دي، وليه الأم مش بتسأل على ابنها وتشوف؟ حابين نعرف أشهر الدروس اللي الناس بتشتكي منها، هو الحاجة اللي بتطلع في أول البق وبيكون معرضة لأكتر من التسوس عن المناطق الأخرى، مثلا عن الأسنان الأمامية أو الأسنان اللي هي مثلا بتطلع في أوقات متأخرة. عايزين نعرف اشمعنى الضرس ده بالذات في الأطفال بيمثل مشكلة كبيرة. تمام. احنا دلوقتي عندنا الأطفال دايما في مفهوم عند الأمهات والأباء ان الطفل مدام لسه تحت العشر سنين فأي حاجة في بقه ممكن تبدل. فهو بيجي في ضرس دايم، في ضروس دايمة اللي هي الضرس السادس بيطلع على ست سنين. فهو شايف ابنه صغير بقى. فهو شايفه مثلا عنده ست سنين او سبع سنين، والضرس السادس ده هو اوريدي طلع وبدأ يسوس، لان هو عنده اسنان لبنية اصلا مسوسة وهو ما سألوش عليه وسايبينها، فبدأ التسوس ينتشر للضرس الدايم اللي هو لسه طالع ده. تمام. فهو جاي عايز يخلع، اللي هو الضرس هيبدل. بنحاول بقى نفهمه ان ده الضرس الدايم. يقول دايم ازاي؟ لسه هيبدل يعني. نخلعه ويطلع مكانه تاني. بيتناقش معاك. لا، هو عايز يوصل لك ان هو الصح وانت الغلط. يا سيدي انا بقول لك لا، هو في ضرس دايم بيطلع على ست سنين وده بيفضل طول عمره مع الطفل. فهو لازم الناس تفهم ان في ضروس دايمه بتبدا تطلع على ست سنين، ودول لو احنا ما لحقناهمش من الاول بتبدا نوصل للمراحل اللي احنا لسه قايلين عليها دلوقتي. يعني هو معنى ان الطفل اشتكى من الضرس ده انت كده وصلت طفل ان عنده ضرس دايم وصل عصب وهو لسه طفل. يعني انت بتحكي بقى ان هو ربنا يديله طول العمر، يعني بتحكي ان احنا عايزين نحافظ على الضرس ده يعني 60 70 سنه 80 سنه ربنا يديله بقى طول العمر. فما تجيش بقى تقول هو هيتخلع مش هيطلع مكانه لان ده دايم، فلازم ان احنا نحافظ عليه. طب احنا المفروض بقى الامهات والاباء يعملوا ايه بقى عشان خاطر ما نوصلش او نستنى الطفل يشتكي؟ طيب احنا عندنا الضروس الخلفيه مثلا اللبنيه بتطلع من اول سنتين ونص. ليه ان احنا ما نبصش بقى؟ يعني كل ام بتبص، هي التسوس مش حاجه مختفيه مش هنشوفها. لو حصل تسوس او حصل كسر الام هتقدر تشوفها بعينها. بس هو الطفل دايما بطبيعته يا دكتوره اسماء مش بيشكي غير لما يحس بالم، لان هو مش يعني احنا طبيعتنا لما بنكبر بنبدا نهتم بجمال اسناننا، نهتم بمظهرنا عموما،
لكن الطفل هو يعني يعتبر وسيلة رعاية من الأم. أكيد. رعايته كلها واهتماماته كلها بتقع على الأم، يبقى إذن الأم هي المسؤولية الكاملة. أكيد. عشان كده دكتورة أسماء حابب يعني نصيحة من حضرتك للأمهات توجيهم إزاي يتداركوا الأمر قبل ما نوصل للمرحلة الحشو العصب ونوصل لمراحل بتأخر أو بتقلل بمعنى صح من المدى العمري للضرس عند الطفل، خصوصا لما بيكون أول حاجة بتظهر في بقه دايما. تمام، احنا لسه قايلين اهو ان هي لازم باستمرار ان هي تبص على بق الطفل، تشوف لو في اي تغيير في لون الاسنان او حاجه بدات تتاكل او بدات تتكسر من اولها، تلحق تاخده وتوديه للطبيب الاسنان عشان خاطر يبدا يقول لها ايه المشكله ويعالجها ويوقف بقى البكتيريا والعدوى اللي موجوده جوه الاسنان. لكن ما استناش بقى لحد ما كل الدنيا تتخرم وبدا يحس الاكل بيتخزن وبدا ان هو بيعيط بالليل وبدا ان هو يورم وجايبهولي بقى في المراحل الاخيره واللي هو نتصرف، احنا وصلنا لمرحله احنا مش عايزين نوصل لها. تاني حاجة ان حتى لو الطفل صغير عنده سنتين ونص او 3 سنين، هي الام تبدأ تغسل له اسنانه بنفسها، ان هو ممكن يبلع المعجون هو مش هيعرف يحرك الفرشة. تمام. فهي تبدأ تجيب فرشة الاطفال الصغيرة الناعمة دي وتحط قد كده راس الدبوس معجون وتوزعها على الفرشة بحيث يبقى كمية المعجون على الفرشة قليلة جدا، وتبدأ هي تغسل سنانه لحد ما الولد او البنت تتعود ان هي تغسل سنانها لوحدها لما تكبر شوية. تمام. فان هي تبدا تمشيه على الروتين ده من الاول، منها ان هي بتحميه من التسوس ومنها ان هي بتعوده حتى لما تبدا تطلع الاسنان الدايمه ولما يكبر. هو لا، دي عاده يوميا بيعملها، ولازم على الاقل المره اللي هي بالليل قبل ما ينام. قبل ما ينام دي اهم مره، لان الطفل لما بينام بيبقى اللعاب او كلنا يعني اللعاب بيبدا يقل في البق، البكتيريا بتبدا تزيد، فالمرحله الليليه دي اهم مرحله في غسيل الاسنان عشان نقدر نقلل نشاط البكتيريا شويه ونقلل التسوس شويه. فطبعا الام مسؤوله مسؤوليه كامله عن ان هي باستمرار تلاحظ الطفل، لو في حاجه تجري ان هي توديه للدكتور قبل ما نوصل للضرس الدايم والمشاكل اللي بتحصل فيه دي. وده احيانا يا دكتوره اسماء ان في بعض الامهات مش فاهمه حته النظريه اللي حضرتك وضحتها في الاول، ان الضرس ده مش هينفع يطلع تاني طول ما اتخلع، وفي بيضحوا كتير طبعا. في بعض في يعني انا يمكن شفت اكبر سبب من اسباب ان الام بتلجا ان بتفكر ان حشو العصب، لا انا ابن صغير، ما ده حشو العصب ده للناس الكبار. ده في مفهوم خاطئ شديد قوي في الواقع الحياه بتاع المرضى، انهم مفكرين ان انا احشي عصب يبقى لازم شخص كبير، ما ينفعش يكون شخص 8 سنين ولا 7 سنين وبيحشي عصب. علشان كده دايما الناس كتير قوي بتخاف من علاج الجذور. حبيت اعرف دكتورة اسماء من حضرتك النهاردة، هو ايه هو علاج الجذور وازاي بيتم، وايه الاسماء المختلفة اللي الناس بتقولها في العيادات وبنسمعها؟ انا رايح للدكتورة اسماء النهاردة هموت العصب، في ناس تاني تقول انا لو مات العصب يا دكتور انا كده مش هحس ببقي. حابين نعرف من حضرتك النهاردة ايه هو علاج الجذور، او ايه هو ان احنا الطرق المختلفة اللي احنا نعالج بيها التهاب العصب. تمام، احنا لسه زي ما قلنا في الاول في الفيديو ان العصب ده حاجة موجودة في قلب الضرس او السنة. تمام. والحاجة دي بدأت يحصل لها عدوى او التهاب وبدأت تعمل مشاكل، ايا كان المشاكل سواء ورم سواء ألم سواء الأكل مش عارف ياكل على الجنب ده بسببه، فاحنا الحاجة دي لازم ان احنا نشيلها. تمام. في ناس بتيجي زي ما قلت يا دكتور أحمد ان هي بتيجي تقول ايه ده انا هموت العصب، لا احنا مش هنقتل حد، احنا ناس مسالمة مش هنقتل العصب. تمام. لا احنا مش هنحط له حشو فوقي كده. لا، علاج الجذور ده معناه ان احنا بنشيل العصب كله اللي موجود في قلب السنة، بنشيله خالص. العصب اصلا عبارة عن ايه؟ عبارة عن نسيج. النسيج فيه شوية أوعية دموية على شوية خلايا عصبية على شوية خلايا دفاعية، فالنسيج ده لما بيلتهب قبل ما يبدأ ان هو يتحلل او يبوظ او يعمل خراج، انا بشيل النسيج ده، سواء النسيج ده حي زي ما هو او سواء ان هو تحلل، لازم ان انا انظف الجزء الفاضي في قلب السنة ده، اشيله خالص وابدأ احط مادة مكانه. تمام. والمادة اللي بتتحط مكانه دي مادة غير فعالة مع الجسم، يعني مادة يعني من مئات السنين بيستخدموها، ان هي بتدخل بتقفل، بتبقى واخدة شكل العصب بالظبط زي ما هنشوف كمان شوية. وبتقفل مكان العصب بالظبط، وبتخلي العدوى او الالتهاب اللي كان موجود في الضرس بيروح ده يروح، والعدوى بتختفي والعيان يبطل يشتكي منها. ممكن نشوف فيديو نوضح فيه ممكن نشوف دي. الاعداد ينزل لنا الفيديو رقم 3 نشوفه بس على الهواء، نوضح فيه الكلام اللي بتقوله حضرتك دكتور، عايز تشرح عليه بس للساده المشاهدين ازاي بيتم عمليه حشو العصب
الفيديو موجود على الهواء يا دكتورة أسماء، ممكن حضرتك تفضلي وتوضحي للسادة المشاهدين إزاي؟ تمام. إحنا طبعا العيان أول ما بيجي لازم بنعمل حاجة اسمها فحص، ما ينفعش إن إحنا ندخل على طول نحشي، بنتكلم معاه شوية، بعد كده بنبص على الفم نشوف إيه في تسوس، في ورم، في حاجة في اللثة، بنبدأ بعد كده بنفتح مسار لينا في الطبقة بتاعة البينة والعاج من فوق عشان نوصل لقلب السن اللي إحنا قلنا عليه، نوصل للعصب نشيله بالطرق اللي إحنا شايفينها بأجهزة معينة عندنا في العيادة. بنبدأ نشيل الجزء اللي فوق الاول، وبعد كده بنبدا ندخل جوه الضرس او السنه بحاجه اسمها ابر العصب. تمام. ابر العصب دي في الاول كان في منها ابر يدويه انا بمسكها بايدي وابدا ان انا الابر دي لازم طبعا ليها شكل معين ورفيعه عشان تقدر تدخل جوه الجدر تدخل للقناه بتاعه العصب. تمام. وبعد كده لازم بننظف بمحلول، المحلول ده مضاد للبكتيريا ومهم جدا ان احنا ننظف بين كل ابره والتانيه. واي حد بيشوف السرنجه دي بيخاف يا دكتور. لا احنا للاسف لازم نستخدمها، هو كده كده واخد بنج مش هيحس بحاجه. فالسرنجه دي مهمه قوي بقى، فيها محلول مضاد للبكتيريا وبيبدا ينظف بقى العصب والحاجات اللي بتتقطع بالابر اللي احنا بنشيل بيها العصب عشان السن تبقى نظيفه تماما ما فيهاش بكتيريا، لان هو مضاد للبكتيريا وبيطهر الدنيا عندي وبيساعد الابر ان هي تدخل بسهوله. بعد كده دي الماده اللي قلنا غير فعاله، بتبقى شكلها برضو رفيع واخد شكل الجدر، بنبدا ان احنا نحطها جوه الجدر، بنحط واحده في الاول وبعد كده بنملى بقى كل الفراغ اللي احنا حضرناه لحد ما يبقى الجدر كله مكتمل مفيش اي حاجه فاضيه، يعني شكل العصب بالظبط وهو مع شكل اكبر. تمام. تمام يا دكتور. الطريف بقى ان في ناس بتيجي تقول لنا ان احنا بنحشي العصب، انتوا بتحشوه بقى كوسه وبتحشوه بتنجان وبتحشوه مش عارفه ايه، واحد يقول لك ده خشب، لان في خشب. ناس فعلا ما عندهاش فكره عن حشو العصب، يعني في ناس كتير جدا بتيجي هي قبل كده هي ما اشتكتش او قبل كده خلعت، فلما تيجي تقولها ده حشو عصب لا وانتوا هتحشوا لنا الضرس ايه محشي بقى ومش عارفه ايه وبتهزر. احنا بناخد الموضوع يعني بشكل فني فكاهي. مش اللي هو بنحاول نفهمه من الاول ونقول له لا العصب ده احنا بنشيله ونحط مكانه والكلام ده كله، واحنا دورنا في الاول زي ما احنا قلنا قبل ما نعالج، احنا المريض لما بيجي لازم ان احنا نبقى يعني بنتكلم معاه كانه في مكانه، لان احنا عيادتنا اصلا مخيفه وادواتنا مخيفه وهو جاي مغصوب. يعني احنا اللي بيوصله لمرحله الالم او الورم ان هو بيكره دكاتره الاسنان، واحنا كمان بنكره نفسنا خصوصا بتوع علاج الجذور. بالظبط. وخصوصا احنا اكتر حاجه مؤلمه، يعني هو احنا اصلا هو بيروح لدكتور الجراحه هيخلع وهيروح وهيمشي، ممكن يجي لحضرتك يتردد على العياده جلسه وجلستين، ودلوقتي في احيانا في التقنيات الحديثه ممكن تكون جلسه واحده، فده بيكون مبسوط جدا ان هو رايح لدكتور بروفيشنال بقى، انا النهارده هروح احشي عصب واروح. تمام. بس احيانا دكتور اسماء، ودي الحته المهمه جدا اللي عايز اسال حضرتك فيها سؤال، مش كل الحالات بتاعه حشو العصب المريض ياخد في باله ان الدكتور بيكون متاخر معاه او عاوز يشوفه اكتر من مره، لا هو في حالات معينه بتستدعي من الدكتور ان هو كذا فيزيت، يعني كذا زياره جيلك علشان ده في الصالح للمريض. عايزين نعرف من حضرتك ازاي نقنع المريض ان لا، ان في حالات مختلفه وفي حاجات معينه في حشو العصب تتطلب مني ان انا اجيبك مره واثنين وثلاثه ممكن. اكيد. احنا دلوقتي لما عرضنا المراحل بتاعه التهاب العصب فهو ما يجيش كده وهو وارم وعامل خراج في اسنانه والدنيا بايظه عنده ويقول لي احشي لي في جلسه واحده. دي مستحيل. انت دلوقتي عندك كميه عدوى جوه الضرس وجوه العظم اللي حوالين الضرس، لازم ان انا ابدا اتخلص منها حاجه حاجه علشان خاطر ان انا اعالجك صح. تمام. فما تجيش في مره وتقول لي اصل انا مسافر، انا على عيني وراسي ان انت مسافر، ما عنديش مشكله. بس لازم تصبر معايا عشان خاطر اخلصك المشكله دي. لو انت مسافر انا ممكن ابدا لك اول جلسه عندي وروح في المكان اللي انت مسافر فيه مفيش مشكله، تكمل بقى. وانا هكتب لك انا وصلت بخطواتي لحد فين، ده لمصلحتك. انا مش ما عنديش مشكله ان انا اشتغل لك كل حاجه في جلسه واحده وادفع الفلوس كلها وامشي. هبقى انا مبسوط جدا. هما بيفكروا ان كتر الزيارات ده حاجه، يعني انا عايز افهم ان الساده المشاهدين ان في نقطه مهمه جدا هنا، ان الدكتور مش فرحان لما بيشوفك على فكره، هو اهم حاجه بالنسبه له ان يخلص ويعالجك وانت تبقى ماشي مبسوط، دي قمه السعاده اللي بتكون في اي طبيب في الدنيا. اهم حاجه تبقى ماشي مبسوط وتفضل مبسوط. تمام. يعني تفضل فتره بعد ما انت مشيت من عندي ما تشتكيش من حاجه، ما ممكن ان انا اكون مخلص لك العلاج الجذور ده وتروح البيت وبعد يوم ولا اتنين تورم. انت حضرتك بتنوي عن خفايا داخل علاج الجذور. تورم يعني انت كده انا عملت لك كده مشكله. تمام. دي حاجه مش هتبسطك، لما تورم انت هتدخل بقى في دايليما تاني، يعني مش هتبسطك خالص. لا بس في معلومه قلتها دكتور اسماء اقطعك عندها، لان تحمل وراها خفايا شديده قوي،
ان تكون مبسوط مش بمجرد ما تطلع من عندي من العياده اول يوم مبسوط تاني يوم مبسوط، لا تفضل مبسوط بعد علاج الجذور بسنين. الجمله اللي حضرتك قلتيها دي بتحمل وراها خفايا، حابب اعرف من حضرتك مقصدك من الجمله دي. مقصدي هو دلوقتي في ناس كتير جدا بتيجي بتشتكي من ضرس معين، تمام، وبتيجي مثلا عندي العياده تقول لي انا الضرس ده اصلا حشيه عصب ازاي بيوجعني، فانا ابدا اعمل له اشعه، تمام، الاشعه دي بتبين بقى، فانا هقول له ما دام هو وجعك يبقى في جزء من العصب ما اتشالش، لان طول ما العصب متشال كويس والضرس معمول كويس حاجه من الاثنين، يا اما ان هو في جزء من العصب فاضل فعامل لك الم، يا اما بدا يعمل لك خراج تحت الضرس، فاحنا هنعمل اشعه ونشوف في ايه. لما اجي اعمل اشعه اكتشف ان الضرس مش محشي عصب. طيب انت ايه اللي وصل لك بقى ان الضرس محشي عصب؟ لا انا رحت للدكتور ودفعت فلوس حشو العصب ودفعت كذا، وهو الدكتور قال لي ان هو خلاص خلص. فانا بساله انت خلصت الضرس ده في قد ايه؟ بيقول لي اما عمله في جلسه او جلستين بكتير، مش مشكله، في حشو عصب كامل بيتعمل في جلسه واحده دلوقتي، تمام، لكن الاشعه بتقول عكس اللي انت بتقوله ده خالص. فانا ببدا اقول له هو دلوقتي في حاجه اسمها حشو عصب جزئي بيلجا لها كثيرا من الاطباء الاسنان انجازا للوقت، تمام، يعني هو دلوقتي كل القصه زي ما احنا قلنا ان العصب ده في جزء في الطربوش بتاع السنه وفي جزء في الجذور من تحت، تمام، انا لما اجي اشيل الجزء بتاع الطربوش بقطعه واسيب الجزء اللي في الجذور من تحت ما بشيلوش، فالجزء ده بيبدا يحصل منه مشاكل وعدوى وتبدا ان هي مع بعد كده بعد فتره، في ناس بتقعد فترات طويله، يعني ممكن يقول لك انا حاشي الضرس ده بقالي كذا سنه، العصب اللي انا بقول لك عليه ده، في ناس ممكن تقول لك سنه سنتين ثلاثه اربعه وما بشتكيش من اي حاجه وزي الفل، تمام. طب ما انت جيت تشتكي اهو، ففي جزء من العصب ما اتشالش وهو اللي عامل لك المشكله اللي انت جاي تشتكي منها دلوقتي. فالحشو العصب الجزء ده هو قصته ان هو بيشيل بس الطربوش بتاع العصب اللي من فوق ده بيقطعه وبيحط ماده وبيكمل حشو عادي من فوقيها وخلاص على كده، بيغطي عليه، لكن انا ما عالجتش جذور، هو اسمه علاج جذور، انت ما رحتش ناحيه الجذور. الجذور اللي جوه دي اللي انت سايب فيها جزء من العدوى وجزء من الالتهاب، دي بتبدا تعبر عن نفسها بعد كده تاني، بتبدا تعمل الم، بتبدا تعمل عدوى، ممكن توصل لخراج، ممكن توصل لتكيسات تحت الجدر، فانت بتدخل العيان في مشكله كبيره بتخليه ان هو يبدا يروح لدكتور تاني غيرك حتى لو بعد فتره، تمام، وحتى لو جالك انت بعد فتره وفي مشكله ما انت هتضطر برده تعمل له عصب كامل، تمام. فانت ليه بقى تحط نفسك في موقف زي كده؟ فهو الاحسن ما دام انا بدا عندي مشكله بدات تلمس العصب تعالج علاج كامل، تعالج علاج كامل، تمام، ان انا بخلي المريض ما يحتاجش ان هو يلجا للدكتور تاني او ما يحتاجش ان هو يلجا لحشو يعني عصب تاني. يعني هنا دكتوره برضه في حته نوع من انواع الضمير، وان الدكتور برضه يكون بروفيشنال شويه، يكون متخصص في هذا المجال، لان احيانا الدكتور ممكن يكون يعني نقدر نقول مثلا مش عايز يقول انه مش عارف يوصل للموضوع ده، ممكن يكون مثلا في صعوبه في الجذور زي ما حضرتك قلت، لازم في صعوبه جدا فما عرفش يوصل، فعشان كده التجا انه يعمل الحوار ده. لا احنا هنا بنقول الحاجه اللي ما تقدرش عليها حولها لحد متخصص لازم يعرف يتعامل معاه، ودي نقطه مهمه جدا، ان احيانا المريض هو اللي في الاخر بيكون مجني عليه، يعني المريض هو اللي بيصبح مجني عليه ومش بيحس بالحوار ده غير بعد سنين، ولو تذكر اصلا ان هو الدكتور اللي عمل عنده حاجه. لكن معنى كلام حضرتك يا دكتوره ان في كلا الحالات ما ينفعش ان انا اقرب من العصب لازم اشيله، ولا ممكن في بعض الاحيان ان انا لو قريب من العصب احافظ عليه؟ لا، معظم الاحيان ان انا لازم اشيل العصب، الا في حالات معينه زي مثلا بيبقى طفل زي اللي احنا مستقلين عليه دلوقتي، عنده 6 سنين او 7 سنين، تمام، وبيبقى الضرس لسه طالع جديد، فبيبقى الجذور بتاعته تحت لسه ما قفلتش، ما كملتش ان انا اقدر ان انا ادخل جواها واحشيها عصب واقفل عليها، تمام، فابدا ان انا بعمل الحشو العصب الجزئي ده وبحط مواد معينه جوه، يعني في حالات معينه دكتور اسمح احنا بنلجا فيها هذا الامر، الحاجات دي بس الجدر بتاع الضرس لسه ما قفلش، بحط مواد معينه تساعد ان الجدر ده يبدا يقفل قبل ما اعمل الحشو العصب الكامل، بس برضه هعمل حشو عصب كامل، يعني انا هبقى هعمل متابعه للحاله دي واكملها لحد الجدر ما يقفل، وهبدا بعد كده اكمل له حشو عصب علشان ما نخشش في مشاكل كبيره، عشان ما اخش زي ما حضرتك اتكلمتي ممكن نخش في خراج، لكن ان انا حد كبير واحط واشيل الجزء اللي من فوق واحط له حشو عصب حشو عادي بعدها وما كملش باقي الجذور تحت، هو اسمه علاج جذور،
فانا ما رحتش عند الجذور، يبقى انت كده ما عالجتش جذور. تمام. تمام. فلازم ان انا اكمل الحشو بتاعي، ما استسهلش يعني، ما اخدش فلوس العصب حرام وابقى استسهلت وانا مش عامل الشغلانه كامله بتاعتي. تمام. يعني انا اكمل الجزء ده. والمشكله الثانيه ان موضوع العصب في مش يعني الضرس مش طالع جذور مستقيمه وجميله وحلوه، لا احنا في حالات كتير جدا بتبقى الضروس فيها الجذور فيها انحناءات، يعني بدل ما الجذر ماشي كده تقدر بصوره تشيل العصب من جواه، لا ده الضرس متني كده. طب في الوقت ده دكتوره اسماء حابب برضو سؤال مهم جدا هقاطعك فيه معلش، ان في تقنيات حديثه ممكن تستخدم علشان نعرف نمشي في الجذور الملتويه دي، علشان كده يعني بنقول ان لازم حد متخصص دقيق، حابب اعرف من حضرتك ايه هي التقنيات الحديثه في عالم علاج الجذور اللي ممكن الدكتور يستخدمها وفي نفس الوقت بتكون نتيجة كويسة لعلاجه هو كدكتور، يبقى مبسوط من شغله في نفس الوقت ما يسببش أي مشكلة للمريض بعد كده. تمام. في يعني حالات كتير جدا من الانحناءات بتاعة الجذور أو المشاكل دلوقتي، كنا احنا بنتكلم من شوية ان احنا لما نيجي نحشي بنستخدم إبر يدوية عشان نشيل بيها العصب وننظف مكان العصب عشان نحط الحشو. تمام. طيب بدل الإبر اليدوية بدأت تحصل مشاكل بسببها. اللي هي ايه؟ اول حاجه الابره اليدويه ما بتنضفش كويس. تمام. يعني ممكن هي ما توسعش قوي في القناه وبيبقى جزء من العصب موجود، لو الدكتور مستعجل بقى وما بيديش العيان حقه او خلص له في جلسه، ما مستحيل تبقى بتشتغل بابره يدويه وتشتغل في جلسه واحده. اعرف ان انت مش منضف كويس. تمام. لو هتشتغل بضمير هتجيبه كذا جلسه وانت نفسك هتتعب. تمام. يعني الابره اليدويه دي بتاخد يعني بتبقى حوالي مرهقه جدا، 7-8 ابر، وكل ابره لازم تنضف كل قناه بالذات لو الضرس فيه كذا قناه، فعايز وقت اكتر مع العيان ومجهده ليك انت وبتاخد وقت كتير لو انت عندك عينين لسه بره. فدي حاجه. تاني حاجه الابر دي بسهوله جدا تتكسر. تمام. بالذات لو انت مستخدمها قبل كده فبسهوله جدا تتني وتتكسر. فناس كتير جدا بيجي لنا حالات اللي هي متحوله بقى لحد متخصص علاج جذور في ابر مكسوره جوه الضروس بتاعه المرضى. تمام. ودي لها قصه كبيره جدا. هو دلوقتي جاي بيشتكي مثلا حصل خراج تحت الضرس، جينا عملنا له اشعه للدكتور اللي معالجه عصب قبل كده، لقينا ان الدكتور كسر له ابره. طبعا العيان لو سمع ان هو في ابره مكسوره جوه الضرس بتاعه ان الابره دي في عينه او في دماغه يعني هيفضل قلقان بقى طول الوقت، حاسس ان في حاجه غريبه حتى لو هو اصلا هيحلم بيها. بالظبط كده. حتى لو هو يعني مش عامله له مشكله، هو كل مشكله في الخراج بسبب العدوى اللي موجوده تحت الابره. تمام. لكن هي الابره هو مش هيحس بيها لان العصب اصلا ميت، بس هو مجرد انه بيسمع ان في ابره مكسوره جوه الضرس فهو يعني بيتخض وممكن يقول لك ده انا هروح اكسر العياده بتاعت الدكتور اللي حشاه. تمام. يعني تخرب الدنيا. فهي الابره دي بيبقى ليها طرق كتير جدا بنطلعها بيها، هنقولها في الحاجات الجايه بعد الكلام اللي حضرتك بتقوليه. كل الناس هتطلع اشاعات، هيعملوا اشاعات على حشو العصب دلوقتي. احنا لسه كنا بنقول من شويه احنا هنقول المراحل بتاعه المشاكل بتاعه العصب. ده هي مش المشاكل اللي ما قبل العصب، ده هي المشاكل حتى بعد ما انت بتعالج. يعني ممكن تظهر مشاكل، يبقى انا ادخل نفسي ليه في الحوار ده؟ يعني انا ممكن من الاول اتفادى حاجه زي كده. فقلنا ان الابر دي مشكلتها الثانيه ان هي ممكن تتكسر وان هي ما بتنضفش كويس، وان هي انا محتاج برضو ان انا اعرف طول الجدر بتاع الضرس اللي انا شغال فيه قد ايه. يعني الجذور بتاعه الضرس دي لازم ان انا اقف لحد اخر الجدر. تمام. لا اعمل حشو اصغر منها اقل من الجدر ولا اعدي الجدر. تمام. لو عديت الجدر، طب ما الجدر حواليه عض حوالي امسجه، فانا كده ببدا ان انا انظف واحضر في مكان ما فيهوش عصب. ده بالعكس، ده انا بعدي وبنقل العدوى والمشاكل للحاجات اللي حوالين الجدر نفسه وبنقلها تحت حوالين الجدر. فانا كده دخلت العين في مشكله، فما ينفعش ان انا اعدي الجدر وما ينفعش ان انا احط حشو اقل من العصب. ما اقفلش الجدر، لان لو سبت حته عصب قد كده هتبدا تتحلل وتبدا تعمل لي عدوى ومشاكل كتير جدا بعد كده، اللي هو حضرتك شرحتيها من شويه اللي احنا قلنا عليها من شويه، الخراج بقى والمشاكل. تمام. دي كلها. فانا لازم اقف عند الجدر بالظبط. طيب الابر اليدويه دي ما بتقوليش انا واقفه فين. انا كل اللي بعمله ان انا بحط مثلا الابره اليدويه وابدا ان انا اصور اشعه عشان اشوف انا نفسي قافل الجدر. نقعد نصور اشعه احط كذا اشعه بقى. تمام. وازود ونقص وبتاع. طيب عايزين بقى نتلاشى المشاكل الكتيره دي بتاعت الحاجات التقليديه. بدات تظهر حاجات اسمها اجهزه حشو عصب دواره. تمام. بتبقى ابره برضو بس دي جايه راكبه على جهاز ويبدا ان هو ينظف الحاجات العصب اللي جوه الضرس. ده طبعا بيوفر لي وقت كتير جدا
يعني بيبقى ابرتين وساعات بتبقى ابره واحده دواره بحطها جوه الضرس. دقته كبيره قوي في علاج الجذور. جدا بينظف كويس قوي، بيوسع القناه حلو قوي. تمام. بيبدا ان هو لما القناه توسع ابدا ان انا انظف بالسرنجه والمحلول المضاد للبكتيريا ده بشكل احسن. ان هو يتكسر ما دام انا يعني، هو دلوقتي كل شركه بتقول لي الابره الدواره دي بستخدمها كم مره وخلاص، بعد كده ما استخدمهاش عشان ما تتكسرش. تمام. فانا خلاص عارف ان دي اخرها معايا مثلا 3-4 مرات ومش هستخدمها بعد كده عشان ما تتكسرش، فكده انا تلاشيت ان موضوع الكسر يحصل عندي. ومن كتر ما انا موسع كويس بقدر ان انا ادخل احشي بسهوله. فكده انا ايه، وفرت وقت ومجهود فظيع ونقصت شويه من العيوب بتاعه الحاجات اليدويه. الى جانب بقى ان الجهاز الدوار ده ممكن احط معاه حاجه اسمها سنسور او حاجه اسمها محدد الطول، بيبقى جهاز صغير دقيق كده. ده هيعفيني عن كتر الاشعاعات الكتيره اللي ممكن اعملها العيان. تمام. بيبقى جهاز دقيق بحطه مع الابره الدواره دي. اول ما يوصل لاخر الجدر بيبدا هو يديك صوت ان انا وصلت لاخر الجدر. تمام. فكده ده اللي هو وفر عليا بقى ان انا خلاص، يعني انا دلوقتي مطمن وصلت للطول، فمش كل شويه اعمل اشعه وازود ونقص والكلام ده. دي بقى الاجهزه اللي هي بتوفر من وقت الدكتور وفي نفس الوقت اللي احنا بنقول عليها وان فيزيت، زياره واحده. بالظبط. ممكن استخدمها في زياره واحده في الحالات اللي احنا قلنا عليها اللي هي السهله، ما فيهاش خراج، ما فيهاش ابره مكسوره، مش جاي من دكتور اصلا مبهدل الدنيا قبل كده فجاي ان انا اعالجه، فما ينفعش اعالجه في جلسه واحده، لازم كذا جلسه. بعد كده في الحاجات الجديده الميكروسكوب، ان انا اقدر ان انا اكبر بقى واشوف الحاجه قدامي كويس قوي. في بعد كده حاجات في التنظيف، يعني زي السيرنج اللي احنا قلنا عليها دلوقتي، لا في حاجات طلع جديده تاني نقدر نستخدمها مضاد البكتيريا احسن، حاجات بتبدا تطهر احسن، في حاجات بتقدر توسع في القنوات ان انا اشوف بدايه القنوات احسن. فطبعا الحاجات الجديده دي بتوفر عليا كتير جدا وبتقلل الاخطاء. كل يوم دكتورة أسماء في علاج الجذور في تقدم رهيب طبعا، وفي أجهزة كتيرة. الفكرة كلها هنا السؤال اللي بيتردد على السادة المشاهدين وهم قاعدين عمالين يسمعوا حكايات وليلة كبيرة يا فندم زي ما بيقولوا، وسرنجة وإبر ولا حوار، المنظر مرعب، بيصيبوا جدا نوع القلق الشديد قوي. احنا حابين بس نعرف هل عملية حشو العصب بتكون مؤلمة ولا لا، وهل المريض يخاف منها ولا لا. دايما تلاقي الواحد اول ما تقول له حشو عصب يقول لك لا يا دكتور ما تدخلنيش في، اخلع على طول. وبتكون دي مصيبه كبيره قوي، ان هو مش مقدر طبيعه الضرس اللي ربنا خلقه سبحانه وتعالى، بيكون اكثر يعني ما فيش حاجه جت ولا هتيجي زي اللي خلقه ربنا. حابين نعرف الظروف الملابسه لعمليات حشو العصب اثناء الشغل، هل هي فعلا مؤلمه ولا لا، والظروف اللي بتحصل جوه الشغل نفسه. لا هو دلوقتي خلاص، هو المريض ما دام واخد بنج وبنج نوع كويس بيبقى شغال وفعال، تمام، هو خلاص مش هيحس بحاجه، واخره هيحس مثلا بحاجات بسيطه وسط الجلسه ومع الاجهزه الجديده والحاجات الجديده اللي طلعت. بيبقى لا، جلسه العصب هو بياخدها ويمشي، هو ممكن يحس بالم شويه بعد ما يروح نتيجه الشغل اللي احنا اشتغلناه. تمام. فدي حاجه عاديه، هياخد لها مسكن بس مش هيبقى الالم اللي كان جاي بيه. تمام. يعني ممكن يجي يقول لك ايه، انا تعبني شويه في يوم الشغل بعد البنج ما راح، ده حاجه طبيعيه نتيجه الشغل. ممكن يجي يقول لك انا ما عرفتش اعض على الناحيه دي قوي، دي برده حاجه طبيعيه لان الجسم ليه رد فعل، الالتهابات اللي بتحصل دي رد فعل نتيجه ان انا شلت جزء من العصب، بس بعد كده بتروح ومع اقل مسكن بتبدا الدنيا تهدى معاه. وان هو بيعمل جلسه او جلستين او ثلاثه بعد كده الموضوع بينسى نهائيا، بس الضرس موجود يخلعه ليه. موضوع الناس بقى اللي بتخاف بقى من شكل الادوات والابر والحاجات دي كلها والسرنجات وهو بقول لك مجرد بيدخل العياده الاجهزه بقى، جهاز اشعه وجهاز تعقيم والكرسي والابر والادوات، احنا ادواتنا كتير، اول ما يشوف التحضير بتاع علاج الجذور ادواتنا كتير فهو بيترعب. فلا يعني الحاجات دي كلها، يعني احنا مثلا منظر السرنجه بتاعه البنج قد كده، هو حاسس ان السرنجه دي كلها هتدخل جوه بقه، لا احنا هي الطويله لان احنا بنضطر ندي بنج في الدروس الخلفيه، فلازم تبقى طويله عشان نقدر نوصل للمكان اللي هندي فيه البنج. مش كل دي يعني، هو لو هيرعب نفسه مش هيعمل حاجه. تمام. وكده كده لو هيخلع هياخد برده حقنه البنج. طيب يعني في كل الحالات هياخد ابره. هي اغلب الفوبيا اصلا من الحقنه. دلوقتي الساده المشاهدين عايزين يعرفوا معلومه مهمه جدا، يمكن احنا حكينا قصه في بدايه الحلقه ازاي الانسه اللي كانت راح تقدم على شغل اترفضت علشان جمال الابتسامه. دلوقتي الابتسامه دكتور اسماء او الاسنان يمكن بتعبر عن نوع من الرقي، يمكن الناس تفهمني غلط وما تقدرش الحته دي ويقول لك لا الانسان راقي فكره بعلمه بكذا، لا
في وظائف معينة بتتطلب من الناس ان يكون دايما على ابتسامة علشان يعرف يتعامل مع الناس اللي حواليه. فالموضوع بتاع البنت دي كان مخليها مكسوفة جدا ان هي تبتسم وتقول لك. ولما جه تروح عند الدكتور يقنعها ان دي مشكلة في علاج جذور، كانت بالنسبة لها دي مصيبة كبيرة او الدكتور ده غير صادق بالمرة، لان هي بتقول انا مش حاسة بألم. حابين نعرف ملابسات الموضوع ده بالذات يا دكتور اسماء. تمام. هو طبعا الاسنان دي بداية الجمال وبداية الصحة، ومش موضوع رقي، لا، احنا في العادي حتى لو حد بسيط جدا وبدأت تظهر حاجة في أسنانه الأمامية هو بيتكسف يضحك، حتى وسط ولاده، حتى وسط أهله، وسط أصحابه في الشارع. بيبقى مكسوف، مش عشان خاطر بوزيشن معين أو وظيفة معينة أو تمام. في مجتمع معين، لا، ده في الحياة العادية البسيطة. فهو دايما بيبقى متضايق من منظر أسنانه اللي هي فيها مشكلة. البنت اللي اترفضت بقى من المقابلة الشخصية دي هي فعلا مش حاسة بألم. لان احنا لما عرضنا فيديو من شويه ان السنه بيقولوا لها اسود تمام، والعيان مش حاسس. يعني عدى مرحله التسوس الاولانيه او سنين كتيره قوي عدت عليه. السواد ده بيبقى غالبا جاي نتيجه خبطه، تمام، ان البني ادم ده من هو صغير اتخبط خبطه في اسنانه وكبر دماغه، تمام، ولسه الموضوع ومفيش الم، بس هو عمال يلاحظ ان سنته عماله تغمق يوم عن التاني ومش راضي يدور. هو مش حاسس بألم. طب انت مش حاسس بألم بس انت منظر وشك بدا يبوظ، ضحكتك بدات تبوظ، سمتك مش عارف ليه. يعني السنه في الاول بيبدا لونها يصفر، تبدا تدخل في بني، تبدا تسود خفيف لحد ما بيوصل لون الاسود الفظيع ده. ليه؟ لان العصب جوه لما اتخبط يا عيني بدا ان هو يلتهب، الالتهابات بدات تتطور لحد ما العصب حصل له تحلل مات بقى لونه اسود. فالسواد بدا ايه يطلع على المحيط بتاع السنه اللي هي طبقه العاج والمينا، يضو عليها لحد ما السنه بقى لونها اسود خالص. فهي مش حاسه بالم، بس انت منظر. احنا بنلجا لعلاج الجذور. طبعا. فلازم ان انا السنه اللي حصل فيها المنظر ده انت مش حاسه بالم، فبرضه لازم نعمل علاج جذور هنا. مش لازم ان احنا نعمل، يعني احنا في ناس بتيجي كتير جدا الاسنان عندها جذور. تمام. الجذور بتاعه الاسنان بقت جذر في اللثه وخلاص السنه هتتخلع وبتتحلل. هل انت ما حسيتش بالم قبل كده؟ في ناس ما بتحسش بالم. فمعنى كده يعني مثلا يجي يقول لك التسوس واكل قلب السن خالص ومخروم والاكل بيدخل، يقول لك تقول له انت محتاج حشو عصب. انا مش حاسس بحاجه، حشو عصب ليه؟ لا، مش معنى ان انت ما حسيتش بالم كله خاف من حط علاج الجذور. فلازم ان احنا ندخل في مرحله حشو العصب. النهارده مع قيمه علميه كبيره قوي دكتور اسماء، موضوع علاج الجذور محتاج حلقات، وخصوصا لما يكون مع حد متميز جدا، صاحب جماهيريه كبيره قوي، دكتوره اسماء الدسوقي. انا حابب انهي الحلقه بكلمات من حضرتك للساده المشاهدين. تسلم. دلوقتي احنا اهم حاجه زي ما احنا قلنا في الاول ان الناس تبدا تاخد بالها من الاسنان. يعني انا كبني ادم طبيعي ببدا ان انا ابص جوه بقي، اشوف لو في حاجه بدات لونها يتغير، في تسوس، في حاجه اتكسرت، في طبقه على اسناني مش عجباني، في مثلا فسفوسه زي اللي بيجي يقول لك في فسفوسه طلعت لي. كل ده لازم انت تجري على الدكتور، تبدا تلحق نفسك من الاول. لازم نروح لدكتور. العنايه مهمه، وزي وقبل ده كله الوقايه خير من العلاج. انت فيها ايه لما تغسل سنانك؟ اجمل كلمه نختم بيها النهارده، الوقايه خير من العلاج. النهارده يا جماعه موضوع كبير قوي وشيق جدا، محتاج حلقات كتيره قوي، لان معانا حد متميز جدا في هذا العالم من علاج الجذور، في عالم الاسنان. خليكم دايما متابعين موضوعاتنا الشيقه كل اسبوع يوم الجمعه 7 مساء. انتظرونا الجمعه القادمه باذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.